الرفض العاطفي اللي هو أصعب أنواع الرفض، رفض حقيقة من الحياة، وألم الرفض كصدمة عاطفية ألم حقيقي وممكن نتعرض له في مرحلة ما أو موقف ما من حياتنا، سواء كان عاطفي مهني أو حتى اجتماعي. أكيد مفيش حد فينا معاش لحظة الرفض، ممكن ناس حتى بتترفض من دايرة أصحاب زي ما تترفض من حبيب، كل ده طبيعي وطبيعي ان يكون محرج او محبط او ان احنا نكون مجروحين او نكون كل ده مع بعض. ولكن هل لما بتتحول القصة من مجرد ألم وقتي ويمر او يترك حتى رواسبه، لكن دايما يبقى في الخلفية، لكن امتى بيتحول لمأساة نفسية ورد فعل؟ بنشوف الشباب بيقتلوا البنات لانهم رفضوهم عاطفيا، ودي الكارثة الكبيرة. بعيدا عن النماذج اللي أخذت هذا الموقف المتطرف جدا، مهم قوي ان احنا ننتبه ان الرفض لا يعني عدم الاستحقاق وانك مش كفاية. يعني بلاش نزرع في نفسنا ثقافة انا مش كفاية او انا اترفضت ليه، انا عندي عيوب وتقصير وكل الحاجات اللي بنجلد بها نفسنا، لان ممكن يكون الرفض ده بسبب انت امكانياتك زياده، انت عندك كفاءتك زياده، انت بتفهم اكتر، انت افضل كتير من المطلوب مثلا في شغل. يعني في ناس بتطلب المؤهلات العقليه الاقل، ما يحبوش حد يفكر، ما يحبوش حد عنده دماغ. ده لو احنا بنتكلم عن الوظيفه، فممكن تبقى امكانياتك اعلى بكتير، او ان انت في مناخ ما يقدرش يعني ايه حد موهوب، يعني ايه حد مجتهد، وعايزين حد منافس بيسمع الكلام ده على مستوى الشغل. لكن على مستوى العواطف هو اللي بيبقى فيها المشكلة الكبيرة، ازاي نتعامل بنضج ويكون الرفض ده فرصة لنمو التطور الوجداني والعاطفي والعقلي والإدراكي عندنا. فإحنا سعداء جدا إن إحنا معنا كوكبة من الجميلات ودكتور نبيل صاحب البيت النهاردة. محظوظ، أنت محظوظ معك ثلاث جميلات، الدكتورة فتحية الدخاخني أهلا بحضرتك. أهلا بك. والأستاذة وصانعة حلي متميز جدا، بتعمل حاجات الحياة بتستوقفني بجمل عربية رائعة. سالي أهلا بيك يا سالي، ولابسة لون الموف اللي أنا بحبه، أهلا بيك يا سالي. وهبة الهواري طبعا يعني من البلوجر المهمين على السوشيال ميديا، أهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبي. دكتور نبيل أهلا بيكي. نبتدي من حضرتك، ليه الرفض العاطفي مؤلم؟ تعرفنا الأول قبل ما نسمع الجميلات اللي معنا. الرفض بشكل عام مؤلم، ولكن الرفض العاطفي مش هو الوحيد اللي مؤلم، أي نوع من أنواع الرفض هو مؤلم. ويمكن أقساه اللي أقسى من الرفض العاطفي هو الرفض من الأسرة، من الأم أو الأب او الاخوه. ان انا محسش ان انا محبوب او ممنوع، ان انا رفض في الطفوله، رفض في الطفوله ولا في كل مراحل، في كل المراحل، بس في الطفوله اكتر قسوه. وفي الطفوله هي اللي بتاسس علاقتنا بالرفض بعد كده. يعني لما، وده يمكن اشرحه بعد شويه، بس عايز اقول انه بعض الاشخاص بيكونوا حساسين للرفض اكتر من اشخاص اخرين بسبب الموقف في الطفوله من الرفض. فمثلا في شخص ممكن لو انت كلمتيه في التليفون وكنسل عليكي انت تحسي بوجع، في شخص تاني لو انت كلمتيه في التليفون وكنسل عليكي هتقول هيكلمني بعد شوية او عذره معاه. ايوه، اللي انا بحس بوجع ده بيكون ليه مكان عندي، يا صاحبتي قريبة، يا حد من اهلي، يا حد انا بحبه. احيانا، واحيانا يبقى الموضوع خاص بيك انت بحساسيتك العالية تجاه الرفض. يعني في ناس عندهم حساسية عالية تجاه الرفض لدرجة انه ابسط انواع الرفض تهزهم من جوه، لانها بتحرك جواهم المشاعر القديمة بتاعة الرفض اللي هم عانوه وهم اطفال. وفي ناس تانيين الحساسية بتاعتهم، يعني زي بالبلدي كان قول جلدهم تخين شوية، فحساسيتهم للرفض تكون عالية، فمهما يترفضوا يقولوا لنفسهم وايه يعني، بس انا كويس. انا جملة اعتراضية كده، أنا لما حضرتك بتتكلم أنا من النوع الأولاني،
اللي عندي حساسية مرضية تجاه الرفض أيا كان الرفض، وأنا ما عنديش مشاكل في الطفولة. هل بالضرورة اللي عنده حساسية شديدة من الرفض أيا كان نوعه لازم بالضرورة عنده مشكلة؟ لا مش بالضرورة، لا مش لازم بالضرورة. بس مش لازم بالضرورة ليه؟ لأنه في عناصر كتير بتدخل في تكوين البني آدم، من ضمنها العناصر اللي احنا بنسميها عناصر بيولوجية زي الجينات مثلا. أحيان كتيرة ما يبقاش في أي خبرات مؤلمة في الطفولة، لكن التكوين البيولوجي الأب أو الأم أو الأسرة نفسها أسرة حساسة بشكل عام أو أسرة تشعر بالقلق بشكل عام، فأي حاجة مش ماشية مع ما هو متوقع تثير القلق جواها.